حاجة بسم الله الرحمن الرحيم أجواء على أحسن الأيام تحضير لبطولة الدوري 2014-2015 وبعدين يعني نستعدوا لمباريات الدوري والحمد لله يعني استعداد في المسلك على أحسن الأيام وفي مستوى جيد واللاعبين يعني متجانسين بما المدرب يعني الحمد لله بدنا نقبل في الأجواء بدنا نعرفه يعني نعرف بعضنا أكثر وأكثر وإن شاء الله ربي يوفقنا في المسيرة تاعنا. كيف كان تأقلم زعبية مع فريق مودية وهران؟ والله يعني تعرف أنت أول شيء كل ما يجي يعني لاعب لفريق جديد يجد صعوبة شوية في التجانس. بالنسبة لي أنا يمكن هذا يعني الستاج يعني غير لي من يعني أكثر من حاجة فيها وبالنسبة زي ما قلت لك للتجانس والحمد لله يعني ما لقيتش حاجة صعبة عليا وشي يعني الحمد لله كنت مستحق هذا الستاج وأنا مستحق هذا الستاج وجاء في وقته والحمد لله قعدنا يعني نتقاربوا من بعضنا البعض. ما هو المنصب الحقيقي للاعب زعبية؟ المنصب الحقيقي يعني انا نلعب تحت المهاجم واحيانا نلعب مهاجم مع حرب. راس حربة يعني؟ راس حربة. لعبتم مباراتين وديتين مع ضد فريق نصر حسينداي وكذا فريق الترجي التونسي. على العموم كيف وجدت مردود فريق مودية وهران؟ والله الحمد لله يعني احنا نقول الحمد لله في المباراتين ما خسرناش في المباراتين الحمد لله ما قبلنا غير هدف واحد في المباراتين والمباراة الأولى يعني مع نصر حسين داي يعني كان مباراة جيدة وفي المباراة دي كذبنا عرفنا بعضنا كيف نلعبه وفي المباراة الثانية يعني ما لقيناش صعوبة يعني لقينا الصعوبة الحمد لله عرفنا كيف يلعب محمد زبيع عرفنا كيف يلعب مثلا هشام نقاش أو صديقه ونساخ وهشام شريف الحمد لله يعني في المباراة الثانية كنا مرتاحين أكثر من المباراة الأولى قدمنا مباراة ممتازة يعني في المجهود البدني أو اللعب كرات قصيرة وطويلة والحمد لله حصلنا على نتيجة المباراة يعني مهما تكون مباراة ودية صح اسم الترجي يعني فريق كبير له جمهورة ومؤسسة عريقة الحمد لله قدرنا نفوق عليهم وهذه يعني معنوية للفريق تكون ممتازة. كيف تقيم مردودك الشخصي بعد مباراتين؟ والله الحمد لله يعني ما زال ما نقدرش قيم نفسي إلا في المباريات الرسمية ومباريات الدوري ويعني لحد الآن الحمد لله واحد قاعد يجهز في نفسه للدوري وللمباريات المهمة وإن شاء الله ربي يوفقنا جميعا إن شاء الله. آخر سؤال، هل مباراة شبيبة القبائل ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي؟ أنا يعني ما احترامي فريق شبيبة أكيد فريق شبيبة فريق كبير ونادي كبير ومؤسسة عريقة وبالنسبة لي أنا يعني كل مباريات هي المهمة يعني من جياسكا لآخر مباراة يعني كل مباريات مهمة إن شاء الله احنا يعني نخلوا يعني مولودية وهران في مكانها الطبيعي إن شاء الله.